طيب نروح للتموين وتصريح من وزارة التموين. وزارة التموين هتبتدي طرح الأرز على البطاقات ب 8 جنيه للكيلو، 8.5، 8 جنيه ونص بالمجمعات. صرح مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن شركات الجملة التابعة للشركات القابضة للصناعات الغذائية ابتدت بالفعل صرف سلعة الأرز المحلي لبقالين التموين لطرحه للمواطنين على بطاقات التموين بسعر 8 جنيه ونص للكيلو بدل 6 جنيه ونص اعتبارا من امبارح الأربع. وبتقوم الوزارة بتوفير الأرز المحلي في منافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة بسعر يتراوح من 8 جنيه ونص ل 9 جنيه ونص للكيلو، وذلك طبعا السعر ده انتوا عارفين هو أقل بكتير من الأسواق الأخرى اللي بيصل فيها سعر الكيلو، كيلو الأرز ل 10 جنيه. طيب معانا على الهاتف للتوضيح الأستاذ أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين. يا أستاذ أحمد صباح الخير. صباح الخير على حضرتك وكل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. طيب احنا النهارده الحقيقه يعني هذا الصباح صدر خبر ان هنبتدي طرح الارز على البطاقات ب 8 جنيه ونص، عايزين توضيح اكتر وفيما يخص ايضا باقي السلع يا فندم، اتفضل. تمام، ده احنا النهارده 2/8 بالفعل بدات امبارح وزاره التموين والتجاره الداخليه ان هي تبدا صرف التموين لاصحاب البطاقات التموينيه من اول الشهر، وبيبقى طبعا في اقبال كثيف من المواطنين على اول اسبوع يصرفوا التموين وفارق نقاط الخبز، وبنوفر مجموعه من السلع بدايه من الزيت ب 14 جنيه والسكر ب 9 جنيه ونص وايضا الارز ب 8 جنيه ونص. وكان في الفتره الاخيره يعني حديث كتير عن عدم وجود الارز، الحمد لله وزاره التموين من خلال الشركه القابضه للصناعات الغذائيه وهيئه السلع التموينيه ابتدت تعمل مجموعه من التحركات بعد تكليفات السيد رئيس الجمهوريه لفتح باب الاستيراد من الخارج، ولكن تم التحرك اولا على المستوى الداخلي، تم التحرك على المستوى الداخلي مع مضارب الارز الوطنيه او المصريه سواء مضارب القطاع العام او الخاص، وهذه التحركات اسفرت عن مجموعه من الاتفاقات والتعاقدات ان يتم توريد الارز لهيئه السلع التموينيه لصالح الشركه القابضه للصناعات الغذائيه وطرحه على بطاقات التموين. تمام يا فندم. طيب كان في بعض الشكاوى من بطاقات التموين وبيقولوا ان البطاقات ساعات كتير جدا بيتم رفضها، هل في سبب محدد يا فندم ولا يعني الغلطه دي بتيجي منين بالظبط؟ احنا حضرتك عندنا تقريبا 20 مليون بطاقه بتصرف الدعم، احنا بالتوازي مع ده شغالين في اضافه المواليد اعتبارا من امس. ايوه. وعندنا فيما يخص بطاقات التموين في بعض المواطنين كانوا حولوا البطاقه من محافظه لمحافظه، ممكن يكون عنده مشكله في قائمه الصرف، لكن يعني الشكاوي اللي بتيجي على ارض الواقع كلها اللي بدل تالف او فائد لسه ما تمش استخراجه، لكن معدلات الصرف يعني الحمد لله من امبارح المؤشرات بتشير ان هي مطمئنه. تمام. ففي متابعه كده على الارض، ولو في اي حاجه عند حضرتك وجات شكوى بمكان محدد تقدري بس تبلغيها لنا ونقدر نتحرك عليها فورا. طيب استاذ احمد انا بس تمام يعني طبعا انا مقدره ده واكيد حضراتكم ما بتتاخروش، انا عايز اسال على المسج او الرساله اللي بتيجي على التليفون تم رفض طلبكم، ساعات المواطن بعد كده بيروح يسال في المديريات او في الادارات او كذا فبيقولوا له احنا مش عارفين ليه، يعني ما بيدلهوش اجابه محدده. ده حضرتك بيبقى مسجل طلبه كاصدار جديد للبطاقه وبيتم وضع رقم تليفون على الطلب اللي هو مقدمه، فالورق بيتراجع في مكتب التموين والاداره التموينيه والمديريه، وبعد كده بيرجع لوزاره الانتاج الحربي بيطبقوه مع قواعد البيانات مع الرقابه الاداريه، ولو في خطا في الارقام بتاعته او في البطاقه بتاعته او الطلب اترفض لاي سبب بتديله الرساله دي. لكن مؤخرا معالي الوزير عدل هذا النظام والرساله هتيجي للمواطن فيها يعني معلومات سبب الرفض فيه. هيقول له روح استلم البطاقه بعد ما تطلع او توجه لمكتب التموين لتصحيح البيانات. ما بقتش في الرساله اللي هتبتدي ترجع تم قبول الطلب او رفض الطلب، لان في ناس بتفتكر ان الطلب لما اتقبل يبقى البطاقه اتطبعت، لا، قبول الطلب دي ممكن تعمل سوء فهم عند البعض، فعدلنا النظام ده اعتبارا من الحد القادم ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم، في انتظار سيادتك قريبا ان شاء الله ضيف شاء الله في برنامجنا نهايه الاسبوع، وبشكرك جدا جدا على هذا التوضيح الاستاذ احمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزاره التموين، شكرا جزيلا. نروح لخبر من شركه